طيب في اليوم الثاني من أيام الاقتراع، مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وهو المنعقد بصفة دائمة منذ بدء عملية الاقتراع للإشراف على متابعة العملية الانتخابية في كل جوانبها، إصدار القرارات الفورية اللازمة لتذليل أي عقبة أو ما يظهر من معوقات علشان نقدر نخلي الناخب المصري يدلي بصوته بمنتهى السهولة ومنتهى اليسر وفي كل المحافظات. هستأذنكم نروح لكلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وهنرجع نكمل الكلام. مرحبا بكم في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. العملية الانتخابية في مصر بتسير بشكل مرضي بسلاسة. العنوان العريض للعملية الانتخابية وداعا للسلبية. خلاص ما فيش حاجة بقى اسمها حزب الكنبة. مشاركة فقط كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة. احنا كنا اعلنا قبل عصر اليوم ان نسبة المشاركة زادت عن 45%، وطبعا دي نسبة ما حصلتش في اي انتخابات او استفتاءات قبل كده. ده وعي المواطن وده ثقة في القضاء المصري اللي فيه قاضي على كل صندوق. المواطن المصري لبن ده وطنه. المواطن المصري عنده وعي، عنده ديمقراطية، عايز يشارك في رسم مستقبل الوطن. طبعا أنا كنت لسه موجود مع غرفة عمليات الهيئة بنتابع الشكاوى أول بأول، ومعايا مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات منعقد بشكل دائم على مدار اليوم، والحمد لله المشهد حضاري بيليق بصورة وسمعة مصر. لا احنا طبعا الحمد لله كلمة خروقات دي مش موجودة عندنا، ده حتى بشهادة منظمات الحقوقية والمجتمع المدني. احنا كنا كمان عندنا الاتحاد الافريقي والبرلمان العربي وكله بصوا على اللجان، لفوا على اللجان الفرعية ودخلوا فيها وصوروا. طبعا هم كان معاهم تصريح من الهيئة. هي بتبقى بعض الشكاوى أو المعوقات بالنسبة لزيادة الإقبال بشكل غير متوقع. الإقبال الانتخابات الرئاسية فوق كل التوقعات، حتى أكثر متفائلين. احنا طبعا عززنا بقضاه في بعض اللجان خصوصا الوافدين سواء في العاصمة او العاصمة الادارية او بعض المحافظات، وعززنا بقضاه وموظفين وتابعنا العملية الانتخابية من المجلس سواء في مجلس الادارة او في غرفة العمليات، وما فيش اي حاجه بتؤثر في سلامه العمليه الانتخابيه. هو بعض اجراءات التنظيميه وبتحل في وقتها على طول.